القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. يسعى الشاب الفلسطيني مجاهد خلاف الذي يحترف صناعة الفسيفساء إلى الحفاظ على هذه الصناعة التراثية واستثمارها في التعبير عن الهم الفلسطيني من خلال تدريب مجموعة من الشباب والشابات في المخيمات الفلسطينية على احتراف هذه المهنة. هو المشروع نبع من فكرة أنه أنا شاب فلسطيني بشوف الحالة الفلسطينية وحالة الشباب الفلسطيني وعدم وجود المناطق أو الحيز أو المساحة اللي يعبروا فيها عن حالهم أو ممكن من خلالها يتعلموا شيء جديد يعملوا أي تغيير في حياتهم. في مخيم الجلزون شمالي رام الله استطاع مجاهد تدريب هذه المجموعة الشبابية خلال أقل من 15 يوما. 4 سنين إلي بفكر في هذا المشروع كيف ممكن أنه نبدأ في هذا المشروع بشكل فعلي، بس للأسف أنه ما كان في دعم لهيك، عشان هاي الخطوة عملية بدأت مني بشكل شخصي كمبادرة أيضا عشان نعطي رسالة كمان للمؤسسات وللمجتمع المدني اللي موجودة بفلسطين، وعشان نعطي كمان المسؤولين رسالة بأنه الشباب الفلسطيني بأيدينا قادرين نعمل شيء. مجاهد بالنسبة لنا كرمز، عن جد صار كأننا كرمز، شاب فلسطيني حب يشتغل وبين لنا الأشياء هاي، إنه علمنا هذه الشغلات باعتبار إنه هذا سلاح منحارب كل الدنيا فيه. بعناية ودقة بالغة يقصون الأحجار ويضعونها في مكانها ليرصونها بانتظام، مشكلين منها أجمل اللوحات الفنية. مجاهد أعطونا أمل لقدام، إنه خلينا نفكر بأشياء لقدام، خلينا نفكر شو لازم نعمل، شو لازم يصير معنا إنه في المستقبل. يعني علمنا انه لازم نتمسك باحلامنا، نتمسك بحريتنا. يطمح خلاف من خلال تدريب هذه المجموعات الشبابية الى ابداع جدارية فسيفساء يمكنها تلخيص معاناة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية. ينتقل مجاهد من مخيم لآخر في سبيل إعادة روح الحياة لفن الفسيفساء الذي يعتبر من أهم الفنون الفلسطينية التي امتهنها الآباء وأجدادهم. من مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله، حمزة السلايمي، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.